في خبر غريب حدث في العراق، قام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإصدار تعليمات إلى الوزارات التي قامت بصرف مبلغ من المال للموظفين كعيدية بمناسبة عيد الفطر المبارك باسترجاع هذه الأموال أو اقتطاعها من رواتب الموظفين. دعونا نشاهد الكتاب أو البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء. هذا هو البيان كما تلاحظون أمام حضراتكم مشاهدين الكرام من مكتب الوزير، وتوضيح بشأن إلغاء العيدية الممنوحة في بعض المؤسسات الحكومية. طيب، كما تلاحظون أيضا هذه التفاصيل بإمكانكم أن تقرؤوها، وهو أكيد منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم أيضا أن تقوموا بقراءته بتمعن في إعادة هذه الحلقة أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك أيضا عندما يعاد بث هذه الحلقة مرة أخرى.